السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم، معكم علي ونوس. النهاردة ان شاء الله عايزين نتكلم عن سوق العملات الرقمية، وخصوصا ان احنا بنلاحظ ان دلوقتي الاسواق العامة زي ناسداك وصل 13040 بعد ما كان في هبوط شديد جدا، كان وصل لمراحل متدنية، كان وصل 10000 تقريبا و500 او 400، وبعدين بدأ ان هو يتعافى باكتر من حوالي 3000 دولار. وده الحقيقة يعني شيء جيد، وان كان في هنا منظر قلقني شوية، انا عايز انبهكم عليه، وده احتمال يأثر في العملات الرقمية. فخد بالك اللي حصل، انا فكرة تحليل سريع، والناس المحترمة اللي هي بتفهم في التحليلات او المحترمه اللي هي مهتمه بالتحليل يتعلم الحاجه دي. دلوقتي احنا عندنا هنا في حاجه اسمها هيد اند شولدر، راس والكتفين. فين راس والكتفين؟ شوف المنظر، تاكد، وده عندك هنا راس، اوكي، أظن يعني سيبك من ده، أنا أظن إن ده اللي هيكون، لأن ده عامل شبه ده بالظبط. خد بالك من هنا، الجزء ده شبه الجزء ده، خلاص. برضه هو طلع هنا وهبط، وبعدين طلع عمل ارتفاع في الساعة، وبعدين هبط هبوط شديد جدا ووصل لمرحلة متدنية. فمن الممكن يا جماعة، القلق الوحيد اللي عندنا ده اذا طلع، مهما طلع وعمل مثلا، حتى لو وصل لخط المقاومة بتاعه اللي هو حوالي 13400، ممكن حتى نقول 13500، اوكي، عشان نبقى في الامان يعني، 13500 قلنا، تمام. حتى لو لمسه، بس احتمال يكون في هبوط بنفس النسبة، وهنا القلق حتى على العملات الرقمية ان هو يهبط بنسبة حوالي 22%. فالوضع مش كويس على فكرة. حتى لو انت بصيت على الماك دي، هتلاقي ان الماك دي هنا بدأ ان هو يضعف. شايفين الشكل عامل ازاي؟ فمخيف الشكل دوت، ان هو تحس ان مفيهوش قوة، تحس ان هو خلاص سانها. فناخد حذرنا، بلاش العشم قوي، بلاش الثقة الزايدة في السوق. الوضع للان شكله ايجابي، ما في مشكلة. بالنسبة للتحليل اللي معانا هوت، اوكي، يعني انا شايف ان احنا نخلي بالنا وناخد حذرنا من السوق، ونخلي بالنا من الممكن انه يحصل هبوط، من الممكن انه يحصل هبوط في السعر قوي في هذه الفترة، او من الممكن ان هو يكون كلامي غلط ويطلع لفوق. بس فعلا ده الشكل اللي احنا وريناه لكم، ده شكل شمعات من خلال الشمعات اللي احنا شفناها على الاسبوع. الوضع شكله مش مريح، الوضع شكله مش مريح. حتى انا هو اذا عمل كروس خلاص كده انت انتهيت، انت السوق كله خبط من اول وجديد. فشكله مريح وكل حاجة وجميل جدا، لكن برضو المنظر دوت مؤلم. فعلى ذلك بقى نتكلم ان بيتكوين من الممكن ان هو يتبع السوق ويهبط الفترة الجاية. عشان كده احنا بنقول الوضع البيتكوين هو ما بين ناحيتين، اما ان هو صعود ويكون في ارتفاع في السعر كبير جدا ويبقى ممتاز وكده، ولكن من الممكن كمان ان هو يهبط بينا هبوط شديد جدا، ممكن يوصل لمستويات مقلقة. من الممكن ان هو الفترة الجاية دي تنزل، احنا خط الدعم بتاعنا 26340، ومن الممكن ان احنا نلاقيه نزل لمنطقة 24377. إذا لمس الخطين اللي لابس 24377 أنا داخل بقوة إن شاء الله تعالى.
على العملات الرقمية مش البيتكوين الحقيقة، هدخل على عملات تانية هبقى أتكلم عنها في القناة. أتمنى لكم الرفاه والتوفيق، السلام عليكم.